الحمد لله. والله الاكله دي كانت عايزه الواد حازم. حازم من ساعه ما استلم شغله في مستشفى الهلال وهو بقى عامل زي الحفريات اللي بيلاقوها ويحطوها في المتحف ويكتبوا تحتها عايشه منذ 4000 سنه في محميه تدعى مستشفى الهلال. غلبان الواد ده والله، بيشقى ومش لاقي اي مقابل. وحد قال له يطلع شاطر ويدخل كليه الطب؟ بقول لك ايه يا سيف، افتح لنا بقى التلفزيون وهات لنا فيلم حلو كده عقبال ما اعمل الشاي واجيب لب وسوداني. ماشي. ما تحطليش سكر. حاضر. جامعة قناة السويس كملت دراستها بكل إصرار لحد ما حصلت على منحة للحصول على الماجستير من الخارج عن بحث عملته عن حقوق المرأة في الإسلام. بعديها اشتغلت في مجموعة من المنظمات الغير حكومية ونجحت فيها نجاح باهر، وده أهلها إنها تتولى منصب المدير الإقليمي لوحدة من المؤسسات الدولية. ضيفتي النهاردة اللي منوراني ومشرفاني. اقعدي بقى. أهلا وسهلا بيكي يا سيدي. أهلا يا مدام نهى، وأنا متشكرة جدا على الكلام الحلو قوي اللي أنا مستحقاه. البنت دي شكلها مش غريب عليا. كأني شفتها قبل كده. كبير جدا نعرف انت ازاي حققتي كل النجاحات دي في السن الصغير ده. والله ولا سن صغير ولا حاجه، هي طبعا يمكن دراستي اللي درستها هي نادره شويه، يعني انا خدت كده تمام وانا صغيره. ما صورنا الابجره اللي جنبك دي كده قضيه التعايش بس بالراحه عشان سن بيحبها مع بعض في المجتمع، ودي قضيه طبعا تمس كل الحاجات اللي بنعملها يعني، لكن هي محتاجه دراسه. فانا حتى زميلاتي في اخويا حبيبي دراسه وكده كانوا بيقولوا لي وانت اصلا الموضوع همك، وحتى اهلي ما كانوش كلهم واقفين ما عدا جدي دايما كان بيساندني وبيساعدني، وبصراحه انا عايزه اشكره النهارده